اذا علمت ان النبي قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود وملأ ديارهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هو قال. فبالتالي اذا محمد قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسمع احد هذا الكلام فاجي يقول استنى، هي العصر الوسطى هي ولا المغرب؟ ما هي اللي بيسمع كلام نبيه ثم بيصير بعدها يقول لا استنى الوسطى والمغرب، بدك تعلم النبي الدين يعني. فاذا لم يعلم فهو جاهل. بالتالي اياك، ولو انت يعني في فقهاء اللي تكلموا في غير الصلاة، فهؤلاء لا يؤخذ من قولهم شيء طول ما في حديث للنبي ابدا ولا ينظر اليه. يعني انا عتبت على فقيه كان كاتب هذه المسائل مع قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان النبي قال ان الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقال فلان كذا، وقال شو قال فلان، شو قال فلان، قال محمد عليه الصلاة والسلام صلاة وسط العصر. مين فلان اللي له رأي آخر؟ مين إلا أن يكون شيطانا. فإذا لا يعلم هذا الرجل من قل له اسكت نبيك تكلم.